كما أيضا في كل شيء أتباركوا وتمجدوا وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع أبيك الصالح والروح القدس سلام لجميعكم. سيدنا ومخلصنا محب البشر الصالح محيي أنفسنا يا الله الذي أسلم ذاته عنا خلاصا لأجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر. أيها الإله الوحيد الذي في حضن أبي يا رب بارك. من
تلاميذه القديسين ورسله الأطهار في ذلك الزمان. الآن أعطنا وكل شعبك يا ضابط الكل الرب إلهنا في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا تألم. نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا لأجلنا فضل التألم على التنعم
والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمله الكروبي. قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا، تواضع ليرفعنا وجاع ليشبعنا وعطش ليروينا وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب وفتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا. وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. فيا إلهي إن خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك المقدس، أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة، وما هذه الطريق المؤدية للموت الذي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمله على منك بك هو صليب العار الذي حملته عوضاً عني، ارحمني. ما هذا أيها الفادي؟ ما الذي جعلك ترضى بذلك؟ أيهان العظيم؟ أيزل الممجد؟ أيوضع المرتفع؟ يا لعظام حبك ارحمني. Yeah.
ربك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي. أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاتيك الحنون كل هذه الآلاء. جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل شوكك مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري. وشكري المسيح، اجرحيني بحربة الحب الإلهي. يا موت المسيح، اذكرني بحب من مات لأجلي. المسيح طهرني من كل خطايا. إذا رأيتني عضوا يابسا رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. وحينما تقدموا لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنغمة البانين قائلا: أبانا الذي في السماوات. Oh.
ضعفي أنا أيضا وفي خطايا كثيرة وحيث كسر إصبعتك هناك نعمة ومن أجل خطاياي خاصة ومن أجساد قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حالنا وحال شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحور من كل يمين كاذب من كل ملاقات الأطفال أنا أملنا يا سيدنا بعقل وقوة فهمنا نحن أن نصنع مرضاتك كل حين أكتب أسمانا مع كل سوق قدسيك أذكر أعرف سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المخزوعة أذكر أبينا طوال مكرم الأنبا شنودة شريك الخطوة صيبة أما سافيوس أما صعومة Ariyev şoy senden den soati ezmuer suti samin ketub nevma somit avevay bosfumin Gayati Μου σε πνεύμα Αγιών Αμήν Thank you.
ما ليسنو إيسو رستو طيو تثيو إيمون أمين الأخير أن هذا هو الجسد المحيط الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا كلنا ملكتنا والدة الإله القديس الطاهرة وجعله واحدا ما لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي واسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم